الفقر على صدر ملايين المغاربة، يطوق رقابهم فتصعب عليهم سبل إيجاد لقمة العيش. الدولة تقولت وتجبرت ضد المغاربة والمغربيات ومست أرزاقهم. يصرخون بأعلى ما أوتوا من قوة، تتوسع بذلك اللهوة بين الحاكم والمحكوم. مقاومة الاستبداد والفساد ولطرح شعار التخلص من المخزن وبناء الديمقراطية. يجد فيها المواطن المغربي نفسه وحيدا يصارع الصمت حتى تخلص بلادنا من الظلم والطغيان وحتى بناء الكرامة والعدالة الاجتماعية. لا يجد من ينتشله من دوامة الجوع وحاجة السؤال. وبالتالي نقول للدولة المغربية كفى من السياسات اللاشعبية التي تستهدف جيوب المغاربة.